خليني ارحب بسياده اللواء محمد الشريف محافظ اسكندريه. مساء الخير سياده المحافظ. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك سياده المحافظ. طمنا على كارفور اسكندريه. طيب يعني خليني الاول ابدا كده، يعني حوالي الساعه 2 الظهر غرفه العمليات عندي في المحافظه بلغتني ان في حريق كبير جدا في مول كارفور. نعم. خليني اقول لك بعد 5 دقائق بالظبط كان معالي دوله رئيس الوزراء بيكلمني يقول لي ايه اللي عندك، يعني متابع متابعه دقيقه جدا. هاي. لا متابعه فوريه. نعم. قلت له انا كنت اتحركت وكنت في الطريق، كان منظر الأسنة اللي احنا شايفينها في التلفزيون منظر يعني مش عاوز اقول لك مرعب. طبعا بيشير ان الحريق اكبر مما نتخيل. انتقلنا فورا، مجرد وصول هناك الحقيقه لقيت 15 عربيه حمايه مدنيه ولقيت مدير الامن موجود. طبعا كان تم الاخماد خلال ساعه الا دقائق، تم اخماد الحريق بالكامل في خلال ساعه. كان الحريق اقل من ساعه. اقل من ساعه. كان الحريق كانه من عدمه تم القضاء عليه. وكان بيعملوا عمليه التبريد اللي هي بتبقى بعد الحريق. نعم. تبين الحريق يعني في السطح بتاع كارفور اللي فوق باب 5 و6. الحريق في مساحه مش كبيره قوي. الحريق في المنطقه اللي هي اعلى المطاعم والملاهي. الحريق مبدئيا بسبب ماس كهربائي في المحول الخاص بكارفور اللي موجود فوق. الحمد لله. الخسائر اعتقد انها بسيطه جدا، ما فيش مشاكل. ايه الخسائر يا فندم بعد اذن حضرتك؟ هل في خسائر في الارواح؟ الحريق في سطح كارفور فوق باب 5 و6. الخسائر مبدئيا حاجات بسيطه اللي هو التكييف المركزي والمحول الخاص بكارفور فقط. المحلات ما فيهاش اي مشاكل، المطاعم ما فيهاش اي مشاكل. الحريق في منطقه الملاهي فقط. ما عندناش الملاهي اصابات. الملاهي الخاصه بالاطفال. الخاصه بالاطفال. طيب هل كان في اطفال موجودين؟ هل كان في حاجه؟ لا لا لا، ما كانش في اطفال موجودين في الوقت ده. كويس. والامور كلها الحمد لله طبيعيه. نتج عن الحريق 4 اصابات، منهم 2 من الحمايه المدنيه اللي بيطفوا الحريق. نعم. واحد كسر في القدم وواحد جرح بسيط في الراس. واثنين من المواطنين مجرد عمليه اختناق، 2 سيدات مجرد اختناق بسيط وما فيش اي حاجه ثانيه. عشان اختناق لاثنين من السيدات. تم نقلهم يا سيادة المحافظ لمستشفى. راح مستشفى احدى المستشفيات في اسكندريه واتعالجوا فورا. واللي موجود في المستشفى دلوقتي 2 من الشرطه من الحمايه المدنيه. حالتهم ايه؟ طيب نطمن عليهم. حالتهم كويسه جدا الحمد لله. الحمد لله. الحريق زي ما بقول لك وبكرر في محاول الكهرباء الخاص بالتكييف المركزي اللي موجود اعلى سطح المول. والحريق هقول لسعادتك امتد للسنده الكبيره اللي فوق كارفور، فإدى كمية الأدخنة دي كلها بشكل كبير جدا. لكن زي ما بقول لك الخسائر بسيطة جدا. طب إيه يعني اللي عامل المشهد ده يا فندم؟ هقول لحضرتك. طبعا أنا يعني مش عاوز، المفروض ما نتكلمش إلا لما الأدلة الجنائية تخلص الإجراءات بتاعتها. لكن إحنا طبعا عرفنا مبدئيا إن المنطقة اللي فيها اللي فوق الملاهي دي على سطح الملاهي والمنطقة اللي فيها المحول الكهرباء كلها. نعم. حاجات بلاستيكية اللي هي بتعمل الأدخنة دي كلها اللي هي فيها مواد بترولية. هي اللي بتعمل الشكل الحريق الضخم ده. لكن بعد ساعة كانت الأمور كلها تمام، كنا موجودين كل القيادات. وعاوز اقول لحضرتك يعني السيد وزير الصحه كان مشرفنا النهارده بزور المستشفيات. نعم. انتقل على الفور وجالنا واحنا عارفين. كان موجود بالصدفه في اسكندريه. كان موجود بالصدفه في اسكندريه، فانتقل وتابع معانا. مجرد ما اطمن وما فيش اصابات الراجل راح يكمل المرور بتاعه على مستشفيات باقي المستشفيات. يعني اجمالا يا استاذ عزه الحاله مطمئنه جدا، متابعه جيده من جانب الامن والشرطه بشكل غير عادي. واحب برضو اشيد انتقال سيارات الاطفاء فورا بمجرد سماع الخبر.
خلال اقل من 10 دقائق كانت سيارات الحمايه المدنيه موجوده هناك رغم ان الشوارع الزحمه. لكن في طريق خلفي هم اخذوه انتقلوا بيه فورا وتم الاخماد على الفور. طيب ما فيش اي محلات اتاثرت فن؟ المحلات كلها الحمد لله سليمه، اللي اتاثرت في منطقه الملاهي واعلى المطاعم بتاعه الاطفال. اتقال يا ست المحافظ على السوشيال ميديا انه ده حصل نتيجه انه النور كان قاطع، قعد فتره قاطع، ومجرد ما جه حصلت الماس الكهربائي القفله دي. وفق المعلومات اللي جايه من شركه الكهرباء، كان في شغل في المنطقه الخلفيه للمول في مجمع سكني، وكان من يومين او ثلاث ايام بالكثير اتقطع كابل الكهرباء. وشركه الكهرباء النهارده راحت وصلحته ورجعت الكهرباء، واخطرت المول نفسه بعوده الكهرباء، ورجعت الكهرباء بالفعل، واستمرت الكهرباء لمده نص ساعه تقريبا، وبعدها حصل المس الكهربائي. الكلام ده ممكن احنا المعمل البنائي حفظ، يعني النور كان قاطع عن المول يومين ثلاثه. ما ينفعش نقول مقاطع، لان هم المول ده مول كبير ومول ضخم، وهو تابع لاحدى الشركات الاماراتيه اللي هو مول كارفور. المول شغال بالمحولات اللي موجوده عنده. اي وقت الكهرباء تقطع مفيش مشكله، بيشتغل البديل على طول، بيشتغل البديل فورا، محدش بيوصل في كهرباء مقطوعه. معلش انا اسفه، انا بقول لحضرتك التفاصيل دي لان بحاول ارد على اللي بيتقال على السوشيال ميديا من خلال حضرتك. طبعا معلش، خلينا نقول ان الفيصل في هذا الامر هو الادله الجنائيه بتقول سبب الحريق ايه، لكن احنا لما نتكلم كاداريين احنا مش فنيين، فبنقول الماس حصل في المحول وامتد الحريق الى منطقه كذا ومنطقه كذا. سبب الماس بقى جوه المحول ده اللي يقول عليه الفنيين. شغل الادله الجنائيه، اصل ده مهم، وطبعا ده شغلهم، بس اقصد ان ده مهم ان احنا كلنا لازم ننتبه في فكره انه لما النور يقطع ويشتغل البديل او المحول، لو النور جه فجاه من غير فصل المحول او انه الشبكه نفسها تبقى فيها خطا، فده يسبب خطا او مش خطا، ده بيسبب كوارث. انا ليه بتكلم في ده؟ لانه حتى على مستوى البيوت في ناس حاطه في بيوتها محول لمجرد انه الكهرباء تقطع، او محلات كتيره او يعني كذا كذا مكان عامل فيه قصه المحاول دي، فده معناه لازم نقول للناس تنتبه، لان كده ممكن تحصل كوارث. النور لما يقطع ويجي فجاه محاول ما يفصلش فيحصل الماس الكهربائي، ما هو تقريبا ده اللي حصل طبقا للي اتقال في اماكن اخرى. فهنا الخطر لازم ننتبه. كلام حضرتك صحيح جدا، وانا واقف، وكان معايا السيد مدير الامن، وكان السيد وزير الصحه، كان مسؤول الكهرباء بيقول احنا صلحنا الكهرباء وخلصناها واحضرنا المول وتم اعاده الكهرباء بالفعل. الحريق حصل بعدها بنص ساعه، ولكن الفيصل في هذا الامر ما ينفعش نعتمد على كلام السوشيال ميديا او طبعا. كلام لا 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 طبعا، أنا مش باخده مصدر، أنا بحاول أرد على الاجتهادات اللي ممكن تبقى خاطئة. رقم اثنين، ممكن حريق محل صغير جدا يظهر لنا كمية الأدخنة زي اللي أنت شايفها دي كلها. والسوشيال ميديا تقول حريق ضخم، اللي بيشوف المنظر ده يتخيله إن الحريق في نص اسكندرية. الحريق بسيط جدا، لكن المواد البترولية بتطلع الأدخنة دي كلها لفترة مؤقتة دقائق، وبعد ما تنتهي تماما. وواضح يا فندم انه المول ما كانش عنده الأجهزة الكافية لسفارات انذار، ل يعني الأجهزة اللي بتستخدم في الإطفاء السريع. معلش يا استاذ عزه، انا كنت مدير امن اسكندريه سابقا. طبعا لا، يمكن اختلف مع حضرتك، المولات دي مولات كبيره جدا، لازم بيراعى فيها اجراءات الحمايه المدنيه والحمايه الوقائيه بشكل غير عادي. وهم مش ممكن يحملوا حاجه زي كده. وهناك متابعه من الحمايه المدنيه في مديريه امن اسكندريه. وعندهم كل حاجه بتبقى جاهزه تماما، ولذلك اعتقد يعني ايه
ان مجرد احتكام بالحمايه المدنيه والسيارات الاطفاء والنجده تم الاكماد زي ما قلت لحضرتك الساعه ال 10 دقائق بالظبط. نعم. كل حاجه خلصت. نعم. لكن الصور بتاعت السوشيال ميديا طبعا المكان عرفها في كيلو 5 على الصحراوي. نعم. كل السيارات اللي معديه ذهابا وايابا بتصور. ايوه. فاللقطات دي بتوضح او تدي حق ان الحريق يعني في وفيات وفي اصابات وفي خسائر. صحيح. صحيح. والحقيقه مختلفه تماما. نعم. نعم. طيب طالما اطمنا من حضرتك يعني وده مهم جدا ان احنا وانا عارفه ان حضرتك طبعا كنت مشغول طول الوقت بهذا الحادث لكن كان في غايه الاهميه ان احنا نطمن الساده المشاهدين وربنا يا رب هو الحافظ. انتقل مع حضرتك لنقطه ثانيه بعد اذن حضرتك السيد المحافظ. معالي رئيس الوزراء كان موجود في محافظه اسكندريه اعتقد الخميس يا فندم، كان موجود الخميس وكان بيتفقد بعض المشروعات وبيتابع بعض المشروعات اللي ممكن تكون هيتم افتتاحها قريبا او متابعه لحاجات لسه مش هيتم افتتاحها قريبا. هل ممكن نعرف من حضرتك الاخبار؟ طبعا اول حاجه الزياره كانت يوم الاربعاء الماضي. الاربعاء عفوا. اسعدتنا كثيرا في اسكندريه زياره السيد رئيس الوزراء، وكان الزياره مش واخده اسكندريه بس كمدينه، واخده معانا ميناء الدخيله وميناء الاسكندريه. نعم. لانهم الحقيقه فيهم افتتاح مشروعات كتير كان اهمها المعامل المركزيه. ولكن خليني الحديث عن موضوع زياره السيد رئيس الوزراء. زار عشرات المشروعات بشكل غير عادي، وكان تعليقات وملاحظات على كل مشروع الحقيقه على حده. انا لو اتكلمت فيها ممكن تاخد وقت طويل جدا، لكن انا هتكلم باختصار شديد. اي يعني بدات الزياره بمنطقه ابو صير، وهي منطقه من المناطق الهامه جدا عندنا، واحدى ثلاث قرى دخلت فيها حياه كريمه. نعم. الزياره كانت هامه جدا لان شاف الوحده الصحيه الجديده اللي بدات تعمل في المنطقه هناك، وفيها المئات من اهالينا والمرضى والاهالينا البسطاء المصابين. نعم. او اللي عندهم امراض وهم بيتعالجوا هناك. شاف مجمع الخدمات اللي في المنطقه وعدد الادوار اللي فيه وازاي هتبقى خدمات المواطنين، وهو انتهى 95% منه انتهى. شاف محطه الرفع الضخمه جدا الكبيره اللي هتخدم مئات الالاف من المواطنين. نعم. وكل ده في منطقه ابو صير فقط لا غير. حياه كريمه اللي احنا بنسميها دلوقتي مشروع القرن. نعم. دخلت عندنا في منطقه برج العرب، ودخلت ثلاث قرى و169 نجع تابع للثلاث قرى دي. نعم. مشروع ضخم جدا، الدوله بتكلفه 3 مليار و100 مليون جنيه. على متأكد. خليني اقول لك ملحوظه بسيطه جدا. اتفضل. كل الناس اللي هناك لما كنا بننزل نتابع المشروعات دي قالت عمرنا ما شفنا المسؤول جالنا في المناطق اللي احنا فيها. فلما بيشوف النهارده اهالي المنطقه، اهالي المنطقه، فلما بيشوف المحافظ كل اسبوعين او كل شهر بيكون موجود هناك. نعم. ثم بيشوف رئيس الوزراء شخصيا جاي. صحيح. بيشوف المناطق بتاعتهم. صحيح. انا هقول لحضرتك حاجه بامانه. نعم. بعض الناس الكبار اللي هناك كانوا بيقولوا لي احنا مش عاوزين حاجه، يكفينا ان انتوا جيتوا وشرفتونا في وشايفينهم. وشايفينهم. المواطن بيبقى محتاج. شوف حضرتك اللي حضرتك قلته ده عنصر نفسي في غايه الاهميه. لما ردوا وقالوا مش محتاجين منكم حاجه، ده مش معناه انه الحكومه ما تقدمش حاجه، لكن شوف العنصر النفسي انه احساس المواطن بانه المحافظ شايفه او الوزير شايفه، ما بالك بقى برئيس الوزراء. شايفه معنى كده ان هو مهتم بيه وشايف هو معيشته عامله ازاي. شوف الاثر النفسي للمواطن بيبقى عامل ازاي. احساس غير عادي لدى المواطنين هناك من السعاده. يعني ما كانوش تخيلوا اي حد مسؤول في الحكومه ممكن يجي عندهم. فيتدرج المرور عليهم لغايه ما رئيس وزراء مصر يجي يقعد معاهم ويشوفهم ويسمع. ده امر بقى حاجه كويسه جدا. صحيح. الحقيقه زرنا في المينا حاجات كتير جدا، يمكن مع الوزير كان الوزير عامل شغل هناك بامانه شغل رائع. نعم. ازاي المشروعات الضخمه اللي بتتم في المينا
عامل رصيد الصب في اللي موجود هناك، عامل معامل مركزية جديدة خالص، وزي ما قال دولة رئيس الوزراء كانت المركب فيها قمح تيجي من آخر الدنيا وتقف على الرصيد فترة ياخدوا منها العينة، وبعد كده العينة ياخدوها يودوها القاهرة يشوفوها في المعامل المركزية، ونتائج التحليل تطلع تقعد أسبوع، وبعد كده نبدا نفرغ اذا كان في صلاحيه نبدا نفرغ الكميات اللي موجوده فيها. طبعا لا المعمل اصبح موجود جوه، في خلال ساعه تظهر نتائج التحاليل ويترد يا اما تنزل الكميات يا اما غير صالحه. طبعا كل الكلام اللي بيتم ده كلام فيها رائع. شفنا على اثنين مين الدفيه ومين اسكندريه، شفنا افتتاحات الحقيقه كثيره جدا، يعني ممكن يترك الامر للسيد وزير النقل يتكلم فيها، او مسؤول عن النقل في المينا. مشاريع ضخمه جدا تتم لتوفير الوقت والجهد والمال على المستثمرين وعلى المستوردين وعلى غرف الملاحه وعلى المراكب، كل ده حاجات جديده جدا يعني ما شفناهاش. بعد ما خلصنا المينا الحقيقه دخلنا على محطه مصر اللي هيتم افتتاحها خلال شهر ونص تقريبا ان شاء الله. ومشروع ده مشروع محافظه اسكندريه اللي بتقوم عليه محافظه اسكندريه، وهم يعني مكلفنا لغايه دلوقتي في حدود 230 مليون جنيه ولسه هيزيد شويه. ده المحطه بس ولا بتتكلم التكلفه دي بتاعت ايه سياده المحافظه؟ لا بتكلم في ميدان محطه مصر، محطه مصر من الداخل دي تبع وزاره النقل ومعالي الوزير عامل فيها شغل رائع. احنا بقى بره المحطه بنعمل شغل خاص بمحافظه الميدان ده من حوالي 100 سنه ما اتطورش. من قد ايه؟ من اكتر من 100 سنه. ميدان محطه مصر اللي في اسكندريه ده ما تحطش فيه مسمار ولا طوبه. لا عمليه التطوير الكامل الشامل بتتم السنه دي 2022. قبل كده كان ممكن تجميل الحدائق، الحاجات اللي هي على الوش، حاجات بسيطه، لكن المره دي احنا بنطوره تطوير كامل. مش عاوز اقول يعني زي ميدان التحرير، لا ان شاء الله هيكون اجمل باذن الله. هايل. طورنا في الممشى والمطاعم والكافيهات والحدائق نفسها والزهور، كل ده بيتطور. عملنا اهم حاجه فيه عشان برضو بيشغل اهلنا الوسطاء، عملنا فيه سوق حضري كامل للباع الجائلي مكون من 4 ادوار على الطراز الاوروبي. كل دور بيختص بدور للحوم والاسماك والخضروات، دور للفواكه وهكذا. 406 باكيه مبدئيا في الادوار دي لجميع الباعة الجايين اللي كانوا يعني مش عاوز اقول مستوليين على ميدان محطة مصر. وكانوا عاملين لنا مشاكل كتير، يبقى انا لما بحل واعمل ميدان كبير صح بحل المشكلة بالكامل، مش بحل مشكلة ان انا كدولة اعمل ميدان جميل واسيب الباعة الجايين. لا وفي نفس الوقت وفرت لهم مكان تاني هم يتعاملوا معاه. صح. عندنا بعدها فقدنا حلقات السمك الجديده، طبعا مش عاوز اقول لك برضه ان حلقات السمك في اسكندريه كانت انا اسف من اسوء الحلقات على مستوى الدوله. الريحه اللي مش كويسه لا احنا يعني ضفنا حوالي 3000 متر جديده للحلقه القديمه، وبنعمل حلقه جديده هنستلمها ان شاء الله خلال سنه. قريبه من الحلقه القديمه ولا بعيده؟ هي نفس الحلقه القديمه، ولكن احنا عملنا ايه؟ عملنا لها امتداد 3000 متر ناحيه البحر. تمام. هتبقى فيها منطقه مطاعم، منطقه كافيهات، منطقه بيع اسماك، منطقه السوق، منطقه تجاره الجمله. كل ده وضح في الاعتبار كويس جدا، وخلال سنه هنستلمها ان شاء الله. هتبقى من اجمل الحلقات على مستوى الدنيا. ان شاء الله ان شاء الله. في كم حاجات كتير يعني تفقدنا المحكمه مع السيد وزير العدل ومحكمه الاستئناف في اسكندريه. اللي هي في المنشيه دي انشئت من حوالي 150 سنه. مش عاوز اقول لك عبثت بها يد الارهاب كتير. وكانت في 2011 اتدمرت، فكان لازم يعاد تطويرها وترميمها. ولكن من خلال العاملين عندنا في إدارة التراث عشان تكون على ذات الطراز اللي هي أنشئت عليه. تمام. أخذنا فيها حوالي ساعة تقريبا.
عندنا بقى مشروعات كتير مش عاوز بقى اكيد اكيد كده. اكيد يعني اتفقنا مع علي العديد من المشروعات الاخرى، مشروع 45، مشروع استراتيجيه الامطار. لا احنا نجيب كاميرا ونيجي نصور المشروعات دي. بس احنا توعدنا ان هنكون في انتظارك ان شاء الله الفتره القادمه. ده شرف ليا. بشكرك سيادة اللي هو محمد الشريف محافظ اسكندريه، بشكرك.